اهلا بيكم. جات لنا الفتره اللي فاتت اسئله كتيره جدا واستفسارات عن موضوع الليد وموضوع الجرين بيلدينج. الناس تسال يعني ايه جرين بيلدينج ويعني ايه ليد وازاي اقدر اخد الشهاده وازاي اقدر احضر نفسي للامتحان. بما ان هو ده شغلنا في جرين جايد، فان شاء الله هنعمل فيديو النهارده نحاول نوضح فيه الموضوع بطريقه مبسطه. انا محمد فكري عبد الغفور، سستينابيلتي انجينير وليد كونسلتنت وليد انستراكتور. طيب، قبل ما نتكلم على موضوع الليد، لازم الاول نعرف يعني ايه جرين بيلدينج. يمكن في ناس كتير كلمه جرين بيلدينج عندها يعني بتيجي في دماغها بس ان هي مجرد مبنى فوق السطح فيه لاندسكيب او جرين اريا، لكن هو الموضوع اعمق من كده بكتير. طيب، خلينا نبتدي الموضوع من الاول. What is a green building؟ يعني ايه جرين بيلدينج؟ قبل ما نعرف يعني ايه جرين بيلدينج، في تعريفين مهمين جدا لازم نعرفهم. اول تعريف هو natural environment، البيئة الطبيعية. يعني ايه البيئة الطبيعية؟ هو المقصود بيها الحاجة اللي أنا لقيتها موجودة على كوكب الأرض بدون تدخل من الإنسان، تمام؟ زي الحاجة اللي في الصورة عندنا كده، يا أرض فاضية، جبال، البحار، المحيطات، أي حاجة الإنسان ما تدخلش فيها. طيب، السؤال اللي هنسأله دلوقتي، هل إحنا ينفع نعيش على الناتشرال انفيرمنت دي من غير ما نعمل فيها أي تعديلات؟ طبعا الاجابه لا. انا محتاج ان انا اعمل مباني عشان اقدر ان انا اعيش فيها وتكون يعني مؤهله ان الانسان يقدر يعيش فيها، عشان تحميه من العوامل الخارجيه. فده هيودينا للتعريف الثاني، وهو البيلت انفيرمنت. بسبب التعديلات اللي انا بعملها في الناتشرال انفيرمنت بيؤدي ان انا يكون عندي حاجه اسمها بيلت انفيرمنت، اللي هي البيئه المصنوعه عن طريق الانسان، تمام؟ طيب، لغايه دلوقتي مفيش مشكله، لكن مع الوقت اكتشفنا ان البيلت انفيرمنت بتاثر تاثير كبير جدا على الناتشرال انفيرمنت. خلينا نشوف مع بعض التاثير ده هيكون في صوره ايه. اول حاجه عندنا ان البيلت انفيرمنت كونسيوم ناتشرال ريسورسز. ايه الريسورسز اللي عندنا؟ زي ووتر، انا محتاج ووتر علشان during construction و during operation. محتاج انرجي، وده مهم جدا، انا من غير انرجي مش هقدر اعمل اي حاجه في الكونستراكشن فيلد. لازم اولد طاقه عن طريق ان انا بحرق الفوزل فيول او بيرنينج فوزل فيول. وعندي الماتيريال بقى بكل انواعها اللازمه للكونستراكشن، ستيل، كونكريت، بلوك وورك، وود. كل الريسورس ديت انا محتاج ان انا استهلكها عشان يكون عندي كونستراكشن. مشكله الريسورسز ان هي او الموارد ان هي محدوده، ان هتيجي وقت من الاوقات وهتخلص، تمام؟ فلو انا استمريت ان انا بستهلكها بالشكل الرهيب دوت نتيجه الكونستراكشن، هتيجي وقت من الاوقات مش تبقى عندي الريسورس دي، مش تبقى متاحه، او يبقى فيها شورتج او في حاله فقر فيها. طيب، ايه المشكله الثانيه؟ ان انا بعد ما بخلص الكونسومشن للريسورسز بيبقى عندي حاجه اسمها ريجكشن او ايميشن، يكون عندي ويست، بيكون في صوره ووتر ويست. الووتر ويست طبعا دي ممكن تلوث الفريش ووتر ريسورس بتاعتي، او يكون عندي انرجي ايميشن ناتجه من ان انا بحرق الفوزل فيول. وغالبا معظم الايميشن دي بتكون كربون ايميشن، وده بيؤدي لزياده الجلوبال وورمنج، بيؤدي للكلايمت تشينج. دول ليهم اثار رهيبه جدا على الانفيرمنت وعلى الهيومن هيلث. طبعا عندي ماتيريال، بيكون عندي سوليد ويست. الويست دي طبعا ممكن يكون فيها حاجات كيميكالز وبتكون هارمفول للانفيرمنت وعلى الهيومن هيلث. طيب، عشان كده كان عندنا تعريف مهم جدا اسمه سستينابيلتي، اللي هو كلمه استدامه باللغه العربيه. ايه بقى تعريف الاستدامه ده؟ باختصار كده، لو انا عندي الريسورسز موجوده النهارده، لو يعني استمريت في ان انا بستهلكها بدون وعي او بدون حكمه في الاستهلاك، بعد فتره الريسورس دي هتخلص. فلو في اجيال جايه بعد كده، الاجيال دي هتعاني ان هي تقدر توفر متطلباتها للحياه. فالتعريف السستينابيلتي بيقول لك how to meet present need without compromise future generation to meet their own needs. باختصار كده يعني ايه؟ يعني دايما وانت بتلبي احتياجاتك النهارده، احتياجاتك طبعا اللي هي المقصود بيها الكونستراكشن، او ان انت يكون عندك كواليتي اوف لايف، محتاج تعمل ديفلوبمنت، تعمل مباني. فدايما وانت بتعمل مباني النهارده، دايما تحط في دماغك الفيوتشر جينيريشن، وان هو ان المباني اللي انت بتعملها النهارده ديت ما تاثرش على
ان فيوتشر جينيريشن يقدروا برضو يلبوا متطلباتهم. فالسستينابيلتي او الاستدامه ديت كونسيبت او مفهوم. التعريف الثاني اللي احنا عايزين نعرفه النهارده والمهم جدا هو الجرين بيلدينج. لو احنا فهمنا يعني ايه سستينابيلتي او استدامه، يعني قلنا ان هو الاستدامه ده يعتبر مفهوم، لو طبقنا المفهوم ده على الارض هيكون عندي جرين بيلدينج. فنقدر نقول ان الجرين بيلدينج هي الديفلوبمنت اللي بتطبق مفهوم الاستدامه. فانت لو عملت مبنى، المبنى ده وهو بيتبني راع ان هو يقلل تاثير البيلت انفايرمنت على الناتشرال انفايرمنت والهيومن هيلث، ده هيكون يقدر يعني يحقق المفهوم او التعريف بتاع الجرين بيلد. نقول ان هو is the practice of minimizing the impact of built environment on the natural environment and the human health. فعشان برضه نفرق بين الاثنين، ال sustainability هو مفهوم او concept، التطبيق بتاعه لو جيت بقى تطبقه على ارض الواقع هيكون عندك green building. طيب نشوف بقى المشاكل اللي الجرين بيلدينج بيعملها ادريسنج او بيناقشها. اول حاجه طبعا اهم حاجه موضوع الجلوبال وورمنج والكلايمت تشينج. احنا بنحاول دايما نعمل ريفرس كونتريبيوشن للجلوبال وورمنج والكلايمت تشينج. تاني حاجه ريسورس ديبليشن، اللي بحاول دايما اقلل استهلاك الموارد على قد ما اقدر، ان انا اعمل ريوز او ريسايكل او ريديوس، ان انا اقلل استهلاك الماتيريال على قد ما اقدر في المشاريع. الووتر كونسامشن طبعا مهم جدا، ان انا اقلل استهلاكات الووتر كونسامشن، ان انا برضه اعمل ريوز او ريسايكل للووتر، او استخدم مثلا الفيكشر نفسها اللي في المباني تكون لو فلو فيكشر بتعمل سيفنج للووتر. ديجريديشن اوف ايكو سيستم، ان انا احاول دايما ما اقلل تاثير الكونستراكشن على النظام البيئي اللي حواليا كان نباتات او حيوانات. عندي برضو occupants health and comfort، دايما داخل المبنى نفسه يكون مصمم ان هو improve the human health. واخيرا عندي life cycle cost، انا برضو يعني دايما بفكر في environment وبفكر في human، لكن في نفس الوقت برضو لازم افكر في cost. فدايما اي توفير في material او في energy consumption او في water consumption بالتالي هيؤدي لتوفير في cost. طيب احنا كده خلصنا الجزء بتاع الجرين بيلدينج، نيجي بقى يعني ايه ليد. باختصار الليد هو يعتبر ثيرد بارتي سيرتيفيكيشن. هو طبعا كلمه ليد اختصار للليدرشيب ان انرجي اند انفيرمنتال ديزاين، وهو يعتبر جرين بيلدينج ريتنج سيستم. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي حد جه عمل مبنى وهو بيقول ان المبنى ده جرين او جرين بيلدينج او حقق السستينابيلتي ريكويرمنت، مين بقى يحكم يقول ان المبنى دوت جايين ولا لا؟ فلازم يكون عندنا ثيرد بارتي يقول اه المبنى دوت حقق متطلبات الاستدامه. ففي اكتر من جرين بيلدينج ريتنج سيستم على مستوى العالم، لكن اشهر واحد فيهم واقوى واحد هو الليد. مين اللي عمل الليد؟ اليونايتد ستيت جرين بيلدينج كونسل، اللي هو المجلس الامريكي للجرين بيلدينج. المجلس الامريكي للجرين بيلدينج انشئ سنه 1993، فعمل اول فيرجن الليد او اول اصدار للليد سنه 1998، هم يعتبروا رائدين في المجال دوت. وبعدين بقى ابتدى فيه شويه تحديثات من فيرجن 1 لفيرجن 2 سنه 2001، لفيرجن 3 سنه 2009، فيرجن 4 سنه 2014. احنا النهارده شغالين على فيرجن 4، وفي كمان 4.1 ابتدت سنه 2019، لكن عامه احنا لسه شغالين على فيرجن 4 حتى في الامتحانات برضو. الحمد لله ان شاء الله فيكم هيخش الامتحان هيمتحن على النولج بتاعت فيرجن 4. طيب عايزين برضو نقول ان الليد بيستخدم في اكتر من 150 دولة على مستوى العالم، مع ملايين السكوير فيت سيرتيفايد افري يير. وطبعا ان شاء الله في الديسكريبشن بتاع الفيديو هتلاقوا لينك للموقع بتاع يو جي بي سي، ممكن تخشوا على الدايركتري بتاعه، كل واحد يعرف البلد اللي هو فيها، في كم مشروع ليد بتسجل، وكم مشروع واخد الشهادة، وفي كم واحد بروفيشنال من بلدك برضو واخد الشهادة ليه هو كشخص. طيب عايزين بقى نشوف الليد او اليو جي بي سي بيوفر لنا ايه. احنا عندنا المشاريع نفسها ممكن تاخد الشهاده، فاحنا كده عندنا سيرتيفيكيشن فور بروجكت. في نفس الوقت عشان المشروع بتاعك ياخد الشهاده، الناس اللي هتشتغل في المشروع نفسه لازم يكونوا عندهم النولج، فعشان يكونوا عندهم النولج لازم هم كمان يكونوا اكريديتد. فاحنا عندنا اكريديشن فور بروفيشنال،
قلت ان شاء الله اللي فيكم عايز يمتحن او ياخد الشهاده هيعتبر اكريديتد، ولما يشتغل في مشروع ليد المشروع لما ياخد الشهاده يبقى اسمه ليد سيرتيفايد بروجكت. طيب ايه بقى انواع الريتنج سيستم اللي عندنا؟ الليد طبعا هو متصمم ان هو يناسب اكتر بالنوع من انواع المشاريع، لان احنا عندنا 5 انواع من الريتنج سيستم. حاجه لسه بنتكلم على المشاريع، اول نوع عندنا اسمه اي دي بلس سي بيلدينج لاين اند كونستراكشن، دوت خاص بالمشاريع اللي هي نيو كونستراكشن. تاني نوع هو الاي دي بلس سي انتيريور ديزاين اند كونستراكشن، ده خاص بالمشاريع الانتيريور وورك او الفيت اوت وورك. انا عندي مثلا مكتب او محل في مول، المحل دوت عايز يحقق شهاده الليد، فبيقدم للريتنج سيستم الخاص بالانتيريور سبيس بس اللي جوه المحل او المكتب. عندي تالت نوع او اند ام اللي هو الاوبريشنال مينتنس، وده خاص بالاكزيستنج بيلدينج. انا عندي مبنى اوريدي شغال وعايز اثبت ان المبنى ده وهو شغال او ديورنج اوبريشن ميت ليد ريكويرمنت او ميت جرين بيلدينج ريكويرمنت. النوع الرابع هو ان دي او نيبرهود ديفلوبمنت، وده مش خاص بالمباني، ده خاص يعني بتجمع او كومباوند او ريزورت او ديفر، بس طبعا هو ليميتد لمساحه 1500 فدان. اكتر من كده يضطر ان هو يخش في حاجه اسمها ليد كوميونيتيز او ليد سيتي. ليد كوميونيتيز او ليد سيتي هم يمكن لسه حاجه ريسنتلي موجوده جديد، يعني هي سنه 2019 بس. اخر نوع عندنا هو ليد هومز، وده بيتطبق على الفيلات او السنجل فاميلي بيلدينج او اللو رايز بيلدينج اللي هي الريزيدنشال اقل من 3 ادوار. دولت الليد سيتيز اند كوميونيتيز، برضه قلنا دولت حاجه جديده يمكن في 2019 بس، وبيتطبق طبعا على سكيل اكبر شويه. انت عندك كومباوند، انت بتتكلم في مدينه او حي او تجمع سكني كبير، وليهم برضه الريكويرمنت بتاعتهم. طيب احنا كده اتكلمنا عن المشاريع، عايزين برضه نقول ان نظام تقييم الليد بيتكون من 100 نقطه، يعني المشروع بيتقيم من 100 نقطه. عشان تاخد الشهاده اقل نقط عدد نقط تحصله هو 40 نقطه، دي اللي هي بنسميها ليد سيرتيفايد. لو حققت 50 نقطه لغايه 59 نقطه المشروع بيكون ليد سيلفر. حققت من 60 نقطه ل 79 نقطه المشروع بيكون ليد جولد. 80 فوق المشروع بيكون ليد بلاتينوم. وعايزين برضو نقول ان كل لما يعني تحقق ليفل اعلى فانت معنى كان المجهود اللي انت هتبذله في المشروع والمتطلبات هتكون اكتر، لكن برضو مش عايزين ننسى ان ده هيزود الفاليو بتاع المشروع بتاعك. انت المشروع بتاعك لما تقول مثلا ده اول مشروع ليد بلاتينوم في الميد ايست، اول مشروع ليد بلاتينوم في البلد اللي انا فيها، اول مشروع ليد جولد في المدينه اللي انا فيها. طبعا لما ان شاء الله تخشوا في الليد في الليد ريتنج سيستم هتشوف بقى كل ريتنج سيستم ايه المتطلبات بتاعته وايه عدد النقط اللي انت محتاجها، وكل ريكويرمنت عشان لما تحققه هتاخد كام نقطه. طيب نتكلم بقى على الكريدنشال اللي هو الخاص بالاشخاص. انت كشخص عايز تشتغل مشروع ليد تعمل ايه عشان تكون انت سيرتيفايد او اللي يجبك تشتغل مشروع ليد؟ انت بتبتدي اول ليفل بالشهاده الاولانيه خالص اللي هي ليد جرين اسوشيت، والشهاده ديت يعتبر هي بتاخد فيها البيزكس او النولج او البيزك نولج او الفاونديشن للجرين بيلدينج. طبعا ملهاش الليبيليتي، يعني ملهاش اي شروط غير بس ان انت تكون اكتر من 18 سنه، بتذاكر النولج بتاعتها وبتحجز الامتحان، تدفع رسوم الامتحان. الامتحان رسومه $250 امريكي. تمتحن في بروميتريك تيست سنتر، بشوف اي تيست سنتر قريب منك تبع بروميتريك. طيب وانس ان انت اخدت الشهاده ممكن بقى تخش على الليفل اللي بعد كده اللي هو الاكريديتد بروفيشنال ليفل او ليد اي بي. هتلاقي ليد اي بي في 5 شهادات، كل شهاده بتناسب نوع من الريتنج من 5 ريتنج سيستم اللي اتكلمنا عليهم قبل كده. فلو انت شغال في مشاريع نيو كونستراكشن او شغال في ديزاين فهتروح على ليد اي بي بي دي بلس سي بيلدينجز اند كونستراكشن. لو انت شغال في مشاريع انتيريور او شغال في شغل اي دي او انتيريور ديزاين فهتروح على ليد اي بي اي دي بلس سي. لو انت شغال في شغل اوبريشن او فاسيلتي مانجمنت هتروح على ليد اي بي او اند ام. لو انت شغال في مشاريع فيلات او
ريزيدنشال لو رايز هتروح على ليد اي بي هومز، لو انت شغال اربن بلانر هتروح على ليد اي بي ان. طبعا ممكن كل واحد يعني يختار الشهاده اللي تناسبه، ممكن واحد ياخد اكتر من شهاده. امتحان الليد اي بي هو بيكون اصعب شويه لان هو بيخش اكتر في تفاصيل الريكويرمنت، وبيكون محتاج شويه يعني حفظ اكتر. الامتحان رسومه $350 بنفس الستبس برضو والبروسيجر بتاعت الليد جرين اسوشيت. انا الحمد لله واحد من 40 واحد على مستوى العالم اللي معاه الخمس شهادات الليد اي بي. طيب في نوع اخير، النوع دوت اسمه ليد فيلو، ده يمكن ادفانسد ليفل او يعني ليفل متقدم جدا في الشهادات الكريدنشال. ده ملوش امتحان، كل المطلوب من ان اي حد عايز يحقق شهاده الليد فيلو دي ان هو يكون عنده اكتر من 10 سنين خبره في مجال الجرين بيلدينج، يكون عنده يكون ليد اي بي فور مور ذان 8 year، اكتر من 8 سنين، يكون عنده significant contribution to green building، يكون هو شخص اضاف حاجه للجرين بيلدينج اندستري. على مستوى العالم الليد فيلو حوالي 227 شخص بس، مش كتير يعني، كل سنه واحد او اثنين بس بياخدوا التايتل دوت. طيب ده بالنسبه للكريدنشالينج. نيجي بقى نشوف النولج نفسها بتاعت الليد بتتكلم عن ايه. طيب انا عندي مينلي عندي سبعه كاتيجوري. اول حاجه لوكيشن ترانسبورتيشن، سستينبل سايتس، ووتر افشنسي، انرجي اند اتموسفير، ماتيريال اند ريسورسز، اندور انفيرمنتال كواليتي. وعندي انتجريتيف بروسيس. انتجريتيف بروسيس هو انا هحطه في الاخر، هو كنولج مش ما فيهوش التكنيكال انت، بس هو ازاي هاو تو انتجريت بين الاذر كاتيجوري. طيب فاما نيجي نتكلم عن الانتجريتيف بروسيس هتلاقي ان انت محتاج ان انت تعمل كوردينيشن ما بين اول تيم ممبر تو جيت ذا اوبتيمم اوف يور بروجكت ريسورس. اللوكيشن ترانسبورتيشن بيتكلم في ايه، او الكاتيجوري ده بيتكلم عن ايه. انت طبعا دي اول خطوه في اي مشروع، انت تختار your project location، فلازم تختار اللوكيشن ان هو يحقق لك best environmental performance. وهتلاقي معظم الانتنت بتاعت الكاتيجوري دي ان احنا نحاول نقلل الترافلنج ديستانس باي فيهيكل، نخلي مثلا البيزك سيرفيس قريبه جدا من الريزنشال اريا، بحيث ان انا اقلل المسافات اللي الواحد هيقطعها بالسياره، لان كل ما تقطع مسافه اكتر بالسياره انت هتستهلك بنزين اكتر، وده هينتج عنه ميشن اكتر. عندي برضو السستينبل سايتس، ده بيتكلم بقى جوه السايت نفسه وانا بعمل كونستراكشن او بعد كونستراكشن، احاول اقلل النيجاتيف امباكت من الكونستراكشن او من السايت على الهيومن هيلث او الناتشرال انفايرمنت. فتلاقيه بيتكلم مثلا ان انا تو بروفايد جرين اريا او جرين اوبن سبيسز مشروع عندي، او ان انا اعمل رين ووتر مانجمنت مظبوط، او ان انا اعمل اقلل هيت ايلاند افكت. طبعا نخش في تفاصيل اكتر ان شاء الله، اللي هياخد النولج او هياخد التريننج هيعرف يعني هيت ايلاند ريدكشن، ان انا احاول اقلل دايما الهيت جين الاسطح اللي عندي، احاول نخليها مور ريفلكتيف. حاجه مثلا زي اللايتنج بوليوشن، احاول اقلل اللايتس الخارجيه لان ليها تاثير سلبي كبير على الايكو سيستم وعلى الانسان. ده بالنسبه للسستينبل سايتس. عندي الووتر افشنسي، لان احنا بنتكلم عن ازاي الاستراتيجي اللي انا اقلل بيها الووتر كونسومشن، اذا كان اندور ووتر كونسومشن فور هيومن يوز او اوت دور ووتر كونسومشن فور اريجيشن. نيجي بعد كده الاهم كاتيجوري عندنا وهو الانرجي اند اتموسفير، وهتلاقيه دايما بيتكلم ازاي ان انا اقلل الانرجي كونسومشن عندي، وان انا اشوف رينيوبل انرجي سورسز تقلل تاثير الانرجي كونسومشن على الناتشرال انفايرمنت وعلى البوليوشن وقلل الكلايمت تشينج وقلل الجلوبال وورمنج. وعندي برضو كاتيجوري مهم جدا وهو ماتيريال اند ريسورسز، هتلاقينا بنتكلم ازاي ان انا اقلل
استخدام الموارد عندي او استخدام الماتيريال، فاعمل ريوز واعمل ريسايكل. وبرضو اختار الماتيريال نفسها ان هي ما تكونش ضاره على البيئه او ضاره صحه الانسان. هتلاقي هو الكاتيجوري ده بيتكلم في كده، ان انا ازاي اختار الماتيريال واقلل الويست عندي على قد ما اقدر. اخر كاتيجوري عندنا هو الاندور انفيرمنتال كواليتي، ان انا اخلي الاندور سبيسز مور كومفورت فور بيبل سيت ان، اخلي المكان الانسان قاعد فيه اوفر له بروبر فنتيليشن فريش اير، اقلل احاول اقلل الكونتامينيشن على قد ما اقدر اي ريسورس بقى، اذا كان الكونتامينيشن دي جايه من بره المبنى او كونتامينيشن جنريتد يعني اتعملت جوه المبنى نفسه. بروفايد بروبر لايتنج بروبر اكوستكس، احط جليزنج عشان ادي كونكشن فور هيومن اوت سايد، او ان انا انتروديوس دي لايت انسايد ذا بيلدينج. ده تقريبا الكاتيجوري الاساسيه. في اتنين كاتيجوري تانيين هما دول يعتبروا بونص 10 نقط فوق ال 100 نقطه، يعني التقييم 100 نقطه لكن انت فعليا بيبقى عندك 110 نقطه. فال 10 نقط التانيين دولت هما يعتبروا زي اوبشنز. فعندنا اتنين كريدت كاتيجوري، واحد اسمه انوفيشن ديزاين ده عليه 6 نقط، في واحد اسمه ريجنال بريورتي عليه 4 نقط. طيب السؤال اللي بعد كده هو شود بي انفولفد ان ليد. طيب خلينا بس نتفق ان الليد مش هما شو، يعني مفيش واحد لوحده هيعمل كل ليد ريكويرمنت، فالموضوع محتاج يعني تعاون ما بين كل البارتيز اللي شغاله في الكونستراكشن فيلد. اول واحد طبعا هو الاونر. الاونر هو الشخص اللي بيدفع فلوس المشروع وبيستفاد منه. الاونر طبعا انا محتاج منه معلومات او المشروع، لان لازم اعمل المشروع على حسب متطلبات الاونر، ما ينفعش اعمل المشروع على متطلبات غير المتطلبات الاونر طالبها، واجي في الاخر الاقي عندي تعديلات ولا عندي ويست واكسر حاجات اتعملت. فلازم اعرف الاونر عايز ايه وانفذ المشروع على حسب متطلباته. طبعا ليد كونسلتنت ده يعني الكي فاكتور في الليد سيرتيفيكيشن، هو الشركه او الانتيتي اللي الكلاينت هيجيبها عشان تبقى مسؤوله قدامه ان هي تحقق شهاده الليد، وهي الجهه الاوثرايزد او المخوله من الكلاينت ان هي تخاطب اليو جي بي سي او جي بي سي اي. عندي برضو ديزاينر او الانجينير اللي هو المصمم، وده المفروض ان هو هيشتغل ان لاين او برل مع الليد كونسلتنت في مرحله التصميم عشان يتاكد ان الديزاين نفسه ميت الليد ريكويرمنت. عندي برضه الكونتراكتور، وده دور مهم جدا during construction، ده برضه هيشتغل مع الليد كونسلتنت عشان يتاكد ان هو نفذ المشروع على حسب الديزاين وبرضه ميت الليد ريكويرمنت during construction. عندي برضه السبلاير، ودول دورهم مهم جدا وهم المسؤولين عن توريد الماتيريال. طبعا بيبقى في متطلبات للماتيريال نفسها ان هي تميت ليد ريكويرمنت. لو السبلاير نفسه مش عارف يعني ايه ليد وما يعرفش المتطلبات، هيبقى عندي مشكله ان انا ما اجي اختار الماتيريال، هو الماتيريال نفسها الداتا شيت بتاعتها ما فيهاش الداتا اللي انا عايز اتاكد منها اذا كان هو البرودكت دوت ميت ليد ريكويرمنت ولا لا. لو السبلاير فاهم يعني ايه ليد وعارف الريكويرمنت هيسهل لي كتير جدا كليد كونسلتنت وانا براجع المشروع ان الداتا شيت بتاعته مكتوب فيها ان الداتا المطلوبه عشان تحقق الليد، او مكتوب فيها صراحه ان هو ميت ليد ريكويرمنت. وده يعني اكتر التشالنجز في مشاريع الليد ان معظم السبلاير نوت اوير اباوت ليد ريكويرمنت. فالسبلاير فيهم اللي بيكون فاهم ليد ريكويرمنت بيسهل كتير على نفسه، بيسهل على ليد كونسلتنت، بيسهل على المشروع ان هو ياخد الشهاده. عندي برضو الاوبريشن تيم، وده بيبقى دور مهم جدا في مشاريع هو دايما قلنا عليها اللي هي في الاكزيستنج بيلدينج. دور برضو مهم في المشاريع النيو كونستراكشن، انا ممكن اخد فيدباك من الاوبريشن تيم ان هو عارف ايه المشاكل اللي بتحصل في الديورنج اوبريشن، فانا لما اخد الفيدباك منه او الليسون ليرند اقدر اتفادى ان المشاكل دي تحصل في النيو بروجكت. طيب نيجي بقى بسرعه كده باختصار الليد بيشتغل ازاي. عندي اربع خطوات اساسيه، ايه هم الاربع خطوات دولت؟
اول حاجه ان انا اسجل المشروع، وعشان اسجل المشروع في بلاتفورم على اليو جي بي سي ويب سايت اسمه ليد اونلاين. من غير الليد اونلاين ده انا ما اقدرش اخد الشهاده، فانا بخش من الاكونت بتاعي. طبعا لازم جدا، لازم اي حد يشتغل في مشروع لازم يكون عنده اكونت اولا عشان يقدر ياخد الشهاده. هو هيسجل الامتحان عن طريق الاكونت ده، طبعا اكونت فور فري. ولو هو اشتغل في مشروع ليد وعايز يسجل مشروع جديد هيسجله من الاكونت بتاعه. طيب اول حاجه ان انا بسجل المشروع، هنحاول برضه اعمل لكم شير سلايد. طيب دي صوره من الموقع اليو جي بي سي ومن الليد اونلاين بلاتفورم. انت بتختار حاجه اسمها ريجستر نيو بروجكت، بتخش بقى عشان تعمل الريجستريشن دوت، تكتب بيانات المشروع، مين الاونر، مساحه المشروع، مكانه، الريتنج سيستم اللي انت مختاره، بعض البيانات اللي علاقه بالمشروع طبعا. وبعد كده بعد ما تخلص تسجيل بتدفع الرسوم نفسها اللي هي رسوم التسجيل، ودي المفروض ان الاونر هو بيدفعها، والفيز ديت بتكون فيكسد يعني ثابته ما لهاش علاقه بحجم المشروع، بس مجرد انت بتسجله. وانس ان المشروع اتسجل خلاص بيبقى بتسجل على الدايركتوري بتاع الليد اونلاين ان في مشروع بالاسم الفلاني صاحبه فلان الفلاني، المشروع ده خلاص متسجل الليد. طيب نرجع بقى نكمل بقيه الخطوات. عندي الخطوه بقى الثانيه، خلاص انا بقيت المشروع بقى عندي متسجل على الليد اونلاين، بخش انا بقى على الليد اونلاين واعمل ابلود للداتا. اذا كانت ديزاين فيز او في الكونستراكشن فيز، برفع بقى كل الداتا اللي تثبت للجي بي سي ان انا بحقق ريكويرمنت. طبعا عشان عارفين مفيش حد من يو جي بي سي او جي بي سي اي بيجي يشارك في السايت، كله بيتم عن طريق الليد اونلاين، عشان كده لازم يكون عندي بروبر دوكيومنتيشن للمشروع بتاعي. الدوكيومنتيشن دي بتكون عباره عن رسومات، صور، invoices، delivery notes، checklist، reports. فبرفع الداتا كلها وخلاص اقدم واقول لهم خلاص المشروع جاهز ان هو يتراجع. دي بقى المرحله الثالثه اللي هي الريفيو، دي بتتم عن طريق الجي بي سي اي ريفيو تيم، بيبتدوا هم يراجعوا الدوكيومنت اللي انت مقدمها ويشوفوها هل هي بتناسب المتطلبات ولا لا، في مشاكل، ففي كومنتات طبعا بيرجعوا لك بالكومنتات، تاخد انت الكومنتات وتبتدي انت تشوف ازاي ريكتيفاي الكومنتس ديت، اذا كان مثلا في حاجات غلط او في حاجات مش واضحه بتوضحها لهم بناريتيفز، او ان كان في حاجات ناقصه ان انت تعمل لها ابلود تاني. بس دي بقى اخر مرحله اللي هي مرحله السيرتيفيكيشن، لو ان انت خلاص عملت لي سبميت والداتا كلها كومبلاي مع ريكويرمنت، خلاص يبقى انت كده بتشوف بقى النقط اللي انت حققتها وتاخد الشهاده اذا كانت بلاتينوم ولا جولد ولا سيلفر او سيرتيفايد، ويبقى كده المشروع خلاص بتاعك ان هو اخد الشهاده وبينزل على الدايركتور ان هو ليد سيرتيفايد. ده الموضوع باختصار، طبعا هو بيبقى فيه تفاصيل اكتر من كده، ان شاء الله اللي هيدرس بعد كده في ليد جين اسوشيت نوليدج او ليد بروفيشنال هنشوف الحاجات دي بتفاصيل اكتر. طيب دي بقى ويب سايتس هتفيدكم في الموضوع. اول ويب سايت عندنا اللي هو اليو جي بي سي ويب سايت، طبعا ده اساسي جدا عشان تعمل اكونت، لان انت من غير الاكونت مش هتعرف تمتحن ولا هتعرف تاخد الشهاده ولا تعرف تشتغل في مشاريع ليد. ممكن برضو منه تنزل الكانديديت هاند بوك، ده يبقى مكتوب فيه كل الداتا اللي انت محتاجها علشان تاخد الامتحان. وتلاقي طبعا في الدايركتري، الدايركتري ده بيبقى نازل فيه كل الاشخاص اللي عندهم واخدين شهاده الليد، وكل المشاريع برضو اللي واخده الشهاده او المشاريع اللي متسجله. ان شاء الله في الديسكربشن هيبقى فيه لينك اسمه كاونتري ماركت بريف، ممكن اي حد يخش في اللينك ده يكتب بس البلد اللي هو فيها، هيجيب لك زي احصائيات كده عن المشاريع اللي موجوده في بلدك ونوع المشاريع والريتنج سيستم قد ايه، وهل هي سيرتيفايد ولا لا، واذا كان سيرتيفايد على اي ليفل. برضه بيجيب لك البروفيشنال اللي عندك في البلد اللي انت فيها، كم واحد بقى ليد جرين اسوشيت وكم واحد ليد اكريديت بروفيشنال. طبعا من على الموقع تقدر تخش على ليد اونلاين عشان تسجل مشروع جديد، او لو حد مثلا عمل لك انفيتيشن في مشروع شغال تقدر تخش منه تشوف المشروع دوت تقدر تشتغل عليه يعني. تاني سايت عندنا اللي هو الجي بي سي اي، ودوت بقى فيه داتا عن السيرتيفيكيشن نفسها للمشاريع او انواع السيرتيفيكيشن، اللي فيش سيرتيفيكيشن تانية الجي بي سي اي بتقدمها غير ليد، وتشوف برضه الكريدنشال.
الموقعين دلوقتي هتلاقي فيهم داتا كتيره جدا فور فري، وحاجات يعني كلها مفيده جدا، اي حد يقدر يقراها ويستفيد منها الليد. اخر موقع معانا هو موقع بارامتري ده، انت هتخش عليه عشان تسجل الامتحان. طبعا انت وانس ان انت دفعت رسوم الامتحان على اليو جي بي سي، هو اوتوماتيك بيدي لك لينك تقدر تخش بيه على البارامتري وتختار اقرب تيست سنتر. طيب احنا كده تقريبا خلصنا، بس ان شاء الله يعني اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون مفيد، ولو اي حد عنده اي استفسار ممكن يبعت لي على الايميل اللي موجود على السلايدز، والرقم دوت واتساب ممكن برضه يبعت لي، ولو الفيديو ممكن حد تاني يستفيد منه، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية. سلام عليكم.